السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيئ أو سيراي، ووصلنا أخيرا للأسبوع العاشر من سيزن السابع، وما ظل إلا شوي على بداية سيزن الثامن، فتأكد أنك تكون خلص كل تحدياتك عشان تأخذ XP وزيد لفلك، وعشان توصل ترمية لو ما وصلت. واليوم شرح تحديات الأسبوع للأسبوع العاشر، وبعدها بنشوف مكان البنر السري. وقبل ما نبدأ لا تنسى تقيم المقطع بلايك، ولو ما شاركت فأنا أنشر التحديات من السيزن الماضي، وبكون مستمر في السيزن الثامن إن شاء الله، فشارك وفعل الجرس ورح تنورنا أكيد، ويلا نروح للتحديات. في البداية ما في أي تحدي تقدر تسويه في بلاي جراوند أو في طور الكرياتيف، واللي يسأل عن مفتاح الشخصية السرية للمرحلة الثالثة، فراح ننزل له مقطع بسرعة وقت إذا خليكم متابعين، ونبدأ بالتحدي الأول اللي معنا. قم بوضع الفخ أو التورت الذهبي 3 مرات ولكن في أقيام مختلفة. بدأناها بأسهل تحدي، باختصار دور على الفخ العادي واللي يجيب اللون الأخضر أو التورت الذهبي واستخدمه، حط أرضية وحط فوقها الفخ أو التورت الذهبي وراح تنحسب لك نقطة، وبعدها انتحر أو خلص الجيم. ادخل جيم ثاني وثالث وكرر نفس الشيء، دور على الفخ او على التورت الذهبي واستخدمهم تنحسب لك كمان مره، لما سوي هالشيء 3 مرات في الاجمال، بس نفس ما قلت لكم في اقيام مختلفه. التحدي الثاني كثير سهل، قم بفتح 7 صناديق اما في مدينه ليزي او في مدينه داستي ديفوت. التحدي هذا كثير سهل ومباشر، والحلو فيه انك تقدر تخلصها في جيم واحد او في اكثر من جيم، يعني لو تقدر تفتح 7 صناديق في جيم واحد في ليزي او في داستي بتكون خلصت التحدي، او عادي 3 في الجيم الاول و4 في الجيم الثاني. المهم انك تفتح 7 صناديق في الاجمال في واحد من هالمدينتين او في 2 وتكون خلصت التحدي بشكل كامل. وانصحك طبعا انك تنزل على المدينة اللي تكون ابعد عن الباص عشان تاخذ فرصة اكبر ان ما حد ينزل معك، وانصحك كمان انك تخلي هالتحدي لاخر شيء، يعني خلي اخر تحدي تخلصه عشان ما حد يجي يخرب عليك. التحدي الثالث واللي هو اخر تحدي مجاني كثير سهل، مثل 2 اللي قبل، قم بقتل 3 لاعبين باستخدام الرشاشات، وعشان نكون دقيقين اكثر قال الاي ار، وهي رشاشات سريعة مثل السكار اللي يجيك عادي وكاتم، والام 16 بالوانه من الفضي ولين الازرق. السلاحين هذول مضمون فيهم انك تخلص تحدي، لذا شيل واحد منهم وقت 3 لاعبين في جيم واحد او في اكثر من جيم. وعشان اسهل لك المهمه انصح تدخل لطور تيم رامبل لو كان موجود، لانه صراحه بيساعدك في هذا التحدي وفي غيره، لانه كل ما تموت راح ترجع مره ثانيه. التحدي سهل نفس ما قلت لكم، ما بتواجهوا اي مشاكل لو طور تيم رامبل موجود. وصلنا للتحديات المدفوعه واللي ما تقدر تسويها الا لو كنت بشير الباتل باس. والتحدي الرابع تحدي نقدر نقول انه شوي صعب او متوسط، قم بتدمج او وحده ضرب بمجموع 200 باستخدام الاسلحه اللي فيها سكوب، وهي 3 اسلحه بالضبط: الهيف سنايبر اللي دمجه عالي والريلود بطيء، السنايبر الكاتم الجديد اللي اخذ مكان البولت، واخر سلاح ريفولفر الجديد اللي فيه سكوب. امسك واحد من هالاسلحه ودمج فيها اللاعبين اللي ضدك، ومعطيك رقم خفيف 200 بس، يعني تخلصها في جيم واحد بكل سهوله. ولو ضربت هيد شوت بالسنايبر الدمج راح يزيد عن ال 200 وراح تخلص التحدي، ولو ما قدرت فعادي استخدم الريفولفر ونفس ما قلت لكم طور تيم رامبل. التحدي الخامس يمكن يكون التحدي الوحيد اللي شوي راح يتعبك، بس مع هذا يعتبر سهل كثير، وبيكون تحدي مراحل، و3 مراحل بالضبط، مرحلة في كل جيم، يعني بتحتاج 3 أيام عشان تخلص التحدي. والمرحلة الأولى والجيم الأول قم بتجميع 5 نقاط في آلة التصويب القريبة من ويلينغ وودز. الآلة هذه تجمل غابة ويلينغ وودز على طول، راح تلاقي شجرة لوحدها وتحتها تدريب التصويب. جيب لك أي سلاح ووقف على المكان الدائري وراح تطلع لك علامات، ولازم تضرب 5 منهم. صدقني مرة سهل، لدرجة انه وانا العب بالكنترولر قدرت اجمع 5 نقاط بسهولة، بس لازم تكون شوي سريع لتضبط طيمك وضرب 5 وتكون خلصت المرحلة الاولى. المرحلة الثانية يريدك تجمع 5 نقاط في المكان اللي جنب ريتل رو، واللي مثل ما تشوفون موجودة في الغابة اللي جنب ريتل على طول، راح تلاقي آلة التدريب، بس هنا بيكون اصعب لان الاهداف ابعد شوي. جمع 5 نقاط وتكون خلصت المرحلة الثانية وانتحر او خلص الجيم. المرحلة الثالثة والاخيرة جمع 5 نقاط في آلة التدريب القريبة من بارادايس. بارادايس موجودة في الصحراء والمكان قريب منها، وبشوفكم مكان الخريطة الحين. المهم هنا بتحتاج نظرة ثاقبة وام قوي عشان تجمع 5 نقاط، ولو ما قدرت فحط كود المجال سيء عندك وحاول مرة ثانية، وراح يضبط معك لدرجة ان العلامات راح تطيح لوحدها. المهم لا ترمزح. المهم هذا هو المكان الاخير، طيح 5 وتكون خلصت التحدي. وصلنا للتحدي السادس، ومن هنا اقدر اقول ان التحديات سهلة مرة سهلة. وتحدي يقول قم بزيارة 4 اكواخ حمراء في جيم واحد. هذه هي اماكن الاكواخ مثل ما تشوفوا، في 7 ولازم تزور 4 في جيم واحد، في جيم واحد بس اوكي. لذا ايوه انزل لاي مكان وخذ لك طيارة ومر من فوق الاماكن الثانية.
ما اظنك بتحتاج تنزل وتلمس الارض، بس من فوقهم تنحسب لك المهمه، ولو ما ضبطت معك وقتها انزل الاماكن مثل الاكواخ، بس نفس ما قلت لك مر من فوقها واكيد بنحسبه لك. واكثر شيء انصح فيه انك تنزل المكان اللي جنب بليزنت بارك وجنب الملعب وتاخذ طياره وتكون خلصت مكان، وبعدها مر الكوخ الثاني اللي على الجهه الثانيه من بليزنت بارك وكمل طريقك لين الكوخ اللي جنب ليزي، ووقتها يظل لك واحد هو الاخير الموجود جنب لونلي، وتكون خلصت اربعه في جيم واحد. التحدي السابع والاخير، وبعدها راح ننتقل لمكان البنر السري الاسبوع العاشر. والتحدي السابع يقول قم بضرب ثلاث لاعبين باستخدام قنابل الرقص او قنابل التجميد، ولكن في اقيام مختلفة. في اقيام مختلفة، ادري انه يبين شوي صعب، بس تقدر تخلصه وانت تخلص باقي المهمات. فلو شفت واحدة من هالقنابل شيلها على طول وحاول تضرب فيها اي لاعب. وما اقدر انصحك بطور تيم رامبل لان الجيم بيطول عشان يخلص وما بتقدر تنتحر، فاحسن شيء هو انك تدخل سكواد وتحاول تستخدم القنابل على اللاعبين اللي ضدك. واظن لو انك لو انك طيحت لاعب واستخدمت عليه القنبلة الجليدية فراح نحسب لك التحدي. لذا جرب وخبرني في التعليقات لو ضبطت معك، وفي احتمال كبير ان نحسب لك. وكذا نكون شرحنا كل التحديات. وقبل ما ننتقل لمكان البنر السري الاسبوع العاشر، ولو انك حاب تدعمني بشرح تحديات تقدر تحط كود المتجر عندك واللي هو SEO ثلاث احرف بس SEO، حط عندك في المتجر ولم تشتري اي شيء فتك تدعم القناة. وخبر سريع، لو انك اشتريت اي شيء من المتجر بكودي او بكود اي يوتيوبر تحبه فراح تاخذ لون مجاني. اشتري اي شيء من المتجر بداية من يوم 8 اللي هو يوم الجمعة بكرة لين يوم 22 هالشهر وراح تاخذ لون مجاني. البنر السري الاسبوع العاشر والاخير، وخلونا نوقف الاسئله هنا. البنر او النجم الاسبوعي عشان تاخذها لازم تكون مخلص كل تحديات الاسبوع اللي انت فيه. لو تريد تاخذ بنر الاسبوع العاشر لازم تخلص كل تحديات الاسبوع العاشر. لو تريد تاخذ نجمه الاسبوع الاول لازم تخلص كل تحديات الاسبوع الاول، ولازم يكون معك الباتل باس. الفرق بين البنر والنجمه ان النجمه ترفع كتير او تعطيك 1000 اكس بي، اما البنر يعطيك شعار باللعبه بس. الشعار هذا تغيره من اللوكر نفس ما تغير سكنك في اللعبه وغيره. وبنر هالاسبوع راح تلاقيه في المنطقه اللي بين منطقه سباق السيارات وبين ريترو، راح تلاقي شجره كذا لوحدها وجنبها على طول راح يطلع لك البنر السري الاسبوع العاشر. خلص مهماتك وتعال خذ البنر، وكذا تكون ختمت السيزون السابع ومبروك عليك. وهذا مقطع اليوم، خلصنا مسيره السيزون السابع الحمد لله. لا تنسى تحط لايك على المقطع واشترك لو ما شاركت لاني مستمر في السيزون الثامن ان شاء الله. كل واحد حط كود المتجر صراحه ساعدتوني كثير وحفزتوني عشان استمر واقدم لكم شيء افضل. لذا شكر خاص لكم ودعمكم فانتاستيك. اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.
لاعب شقك شق.